اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، انا هنا في الخرطوم عاصمه السودان كما تعرفون لانقل لكم حكايه جديده من حكايات مع اكرم خزام. الحكايه هذه المره ستكون عن عالم غني ومتنوع ويحمل في طياته معاني الفرح والمعاناه، الصبر والجلد. انه عالم المراه السودانيه. لنبدا الحكايه. المرأة السودانية التي تشكل حسب العديد من الإحصائيات نصف المجتمع في السودان تعاني صعوبات جمة منذ ثمانينيات القرن الماضي، بالرغم من تبوئها العديد من المناصب الحساسة في مراحل مختلفة من تاريخ السودان، وبالرغم من بروز دور أساسي لها في الحركات السياسية والاجتماعية في السابق. محدثتي أقيلت من عملها في إحدى الجرائد المستقلة بضغط من الأجهزة الأمنية على صاحب الجريدة نظراً لقلمها الجريء وتعرضها لقضايا تجاوزت الخطوط الحمراء بالنسبة للنظام في السودان. إقالتي من عملي أعتقد أنها هي ثمن أن أدفعه، ربما لنظام مستبد، نظام يقمع الحريات، نظام يكره الصحافة ويخشى الصحافة أكثر ما يخشى، يعني نظام الصحافة يسيطر عليه جهاز الأمن والمخابرات ويحصي عليه أنفاسه، يريد أن يمشي بتأني ولا يريد لصحيفته أن تتوقف، يعني آنذاك، لأن الآن أوقفت طبعا من قبل جهاز الأمن، الآن لها أكثر من شهرين موقوفة. أمر بات معروفا ويتمثل في انزعاج الأجهزة الأمنية لمن يخرج عن السائد، خاصة في مجال الكتابة الصحفية. أنا ليس لدي مشكلة معهم، هم لديهم مشكلة معي ربما. أنا أكتب ما أرى أنه يجب أن يكتب. قصة أمل تطرح على بساط البحث مسألة الحريات العامة والشخصية للمرأة السودانية. واعتقد أن السودان من أكثر الدول التي تعاني المرأة فيها من موضوع الحريات. نحن على مستوى تاريخنا، يعني حبوباتنا كانوا كنداكات، وكنداكة كانت ملكة في مملكة مروي. الحركة النسوية في السودان بدأت متقدمة، حتى تعليم البنات بدأ منذ عام 1907. نحن يعني في المنطقة من أكثر الدول التي بدأ فيها الحراك الحقوق النسوي مبكرا، لكن لو قارنت تجد أن الواقع الآن متخلف، ربما حتى من المنطقة التي تجاورنا، المنطقة الأفريقية أو المنطقة العربية، لأنه الآن نحن يعني نقبع في ظل نظام يقصد اضطهاد المرأة قانونا وهيكلة، وكل الدولة تضطهد المرأة اضطهاد منظم. المرأة ماذا تفعل في مواجهة هذا النظام الذي يستبد بالمرأة؟ المرأة الآن يعني تتجاوز النظام، أكبر من رؤية النظام، النظام هو المتخلف، والأسف أنه النظام السياسي المتخلف تجاه المرأة والتشريع المتخلف تجاه المرأة أوجد نظام اجتماعي متخلف تجاه المرأة، وهذه يعني أعتقد أنها أسوأ أنواع الوصاية ويعني ذبح الحريات بالنسبة للمرأة وتحديدها وتضييق وتقزيمة بالنسبة للمرأة. نظرة إلى صور والدة أمل المعلقة على جدار صالون منزلها تعطي المجال للحديث عن فوارق كبرى بين أوضاع المرأة في خمسينيات القرن الماضي وأوضاعها في السنوات الأخيرة. الآن هنالك هوس ديني، هنالك تهجس، هنالك كثير من المشاكل التي تعاني منها المرأة مع التطور، يعني التطور كان يجب أن تذهب المرأة، يعني أن تتطور المرأة وفقا لهذا التطور الذي يحدث في المجتمع أو في الدنيا حولنا. يعني هذه الردة في النظرة للمرأة والنظرة لحق المرأة في أن ترتدي ما ترى أفرزت كثير من السلبيات، اللي هي ردة في النظرة لحقوق المرأة. أنت تراها كائن، إذا أنت يعني تجردها من حقها في أن ترتدي ما تشاء، إذا ستجردها من أي حق آخر. كتابات أمل وموقف الأجهزة الأمنية منها يطرحان قضية العلاقة بين الكتابة والحرية في السودان.
كثير من الكتابات التي يعني تخص المرأة باعتباري أنتمي لهذا النوع وباعتباري يعني متعاطفة جدا مع كل قضايا النساء في السودان، وباعتبار أن المرأة قضية حقيقية تستحق أن تنشر وتبرز، كتبت كثيرا عن قضايا النساء في يعني ظل القمع الاجتماعي، في ظل القمع السياسي، كتبت كثيرا وأتعاطف كثيرا مع فئة من النساء هن البائعات الشاي والبائعات في الشوارع، بائعات الأطعمة، لأن هؤلاء وقع عليهن ظلم منظم. النساء أكبر من القوانين، النساء في السودان قابلوا الظروف الاقتصادية الصعبة وقابلوا الحروب وكل الظروف الاجتماعية، التردي الاجتماعي، قابلوه بكثير من الصبر وبكثير من العمل. الآن النساء في الشوارع في السودان، النساء اللائي يبيعن الشاي، هن نساء عظيمات. كل امرأة من هؤلاء النسوة لديها قصة تستحق أن تروى. في ظل المشاكل المحيقة بالمرأة السودانية وبالرغم من العادات الصعبة، تبرز قضية عمل المرأة في المسرح ونظرة المجتمع إلى هذا النوع من الأعمال. في هذا المكان الذي ينشغل بالدفاع عن حقوق المرأة السودانية عبر المسرح أو الغناء أو الرقص أو الفن التشكيلي، نتعرف أكثر على الخلل القائم بين حرية المرأة السودانية والنظام بكافة تفرعاته الحقوقية والسياسية والاجتماعية. الدراما مناخ صعب ومعقد، لكنها تتيح المجال للكشف عن عيوب المجتمع ونواقصه في السودان. والله طبعا اكيد طبعا في صعوبات كثيره واجهتني واجهت الناس القبالي، يمكن والجبعه دي بالذات، يمكن لانه الناس الجيل القبل الفات يمكن اخذ راحته خالص في الحريه اللي ممكن عبروا بها في مجال الدراما والمسرح. الصعوبات اللي واجهناها كانت كلها يعني حتى احنا متربين عليها. يعني الحاجه اللي بعرفها انه الفن المفروض ما يتغيد بأي شيء، ما يكون عنده أي يعني حاجة بتغيده أو بتكبله. في قيود كثيرة؟ في قيود كثيرة، وخاصة كان في مجال الدراما التلفزيونية واجهتنا قيود كثيرة، عشان كده المسرح كان أريح بالنسبة لي أنا شخصياً، بالنسبة لناس كتار جداً. المسرح شوية بتحس إنك أنت ممكن تعبر بارتياح عن حاجاتك، برغم إنه برضو في قيود، بعض القيود ممكن نسميها قيود سياسية وقيود اجتماعية، لكن ما كثيرة زي التلفزيون. وبعيداً عن هذا المكان، هل يتقبل الشارع السوداني بسهولة كلمة ممثلة؟ الأغلبية العظمى في نظري أنا، من الحاجات اللي لقيتها أو يعني سمعتها، كلمة ممثلة أول حاجة بتدي انطباع ما أوكي، يعني بتدي انطباع هو بكون فيه بعض التحفظ كده، اللي هي بدأت الحاجة تنتهي. أنت متمردة؟ أنا بفتكر أني أنا متمردة، لأنه قمت في جو لقيت فيه حريتي اني اعبر عن نفسي اكثر. الجو الاسري الحمد لله، يعني اسره هي اتاحت لي فرصه انه اكد وجودي واثبت ذاتي، ادتني دافع بتاع قوه كده انه اقدر اعبر عن نفسي واكد وجودي برا حتى في العالم الخارجي. بالنسبه لي كان مخيف جدا، لانه لما طلعت على العالم ده، انا من جيت اشتغلت اول مره سنه 1995 كان عمري 16 سنه، فكان بالنسبه لي ده تحدي كبير. حتى بعد ذاك لقيت خوف من ماما، يعني ماما كانت بعد ذاك بدأت تعترض كده، وعارفه انه الوسط ده ممكن يكون وسط صعب جدا جدا، وسط الفني معروف تسمع عنه، والكلام اللي اتكلمنا عنه شويه مساله ممثله وما ممثله، فكانت مرات كثيره بتحاول تجادلني في انه انا اطلع من المجال ده او احاول اكون متحفظه تجاهه. وماذا عن نظره السلطه الى المراه التي تعمل في مجال الفنون تحديدا؟ الدولة قاعدة تكسر في مجالي في الناس، وبالذات المرأة، وأنا شايفة إنه الإنسان لو ما بيقبله هو يعني اللي هو شنو جهاد ذاتي في إنك أنت تثبت وجودك، الدولة ما حتقدم لك أي شيء. ابتديت أخلي ولدي في حتة وأكون أنا في حتة تانية، ولكن في فيسبوك بتكلم معاه عمره سنة ونص قرر يمشي بيحكي. عوائق كثيرة تعترض مسار المرأة السودانية في سعيها نحو التحرر، ويبدو أنه لا غرابة في ذلك نظراً لسيطرة التيارات الإسلامية
على الشارع السوداني. التفاصيل بعد الفاصل، انتظروني. فنون الرقص والغناء قد تكون المسعف للمرأة في السودان، ولو أن الخوض في هذا المجال يعتبر أمرا شائكا ومعقدا. الغناء الشعبي منتشر بكثرة في السودان، وخاصة في الحفلات المخصصة للأعراس، وهو مسموح به لأنه لا يتعرض بالنقد إلى المشاكل الاجتماعية التي تحيق بالمرأة بشكل خاص. هذه الفرقة لا تهدأ من العمل في أماكن عديدة من الخرطوم وأمدرمان وبحر، والحديث مع المغنية الرئيسية فيها يبدأ عن كيفية اقتناع أهلها والسماح لها بالغناء في الحفلات العامة والخاصة. أنا بديت أحس شهرتي بعد ما والدي توفى، جيت من مدني جيت للخرطوم، لكن لما أبوي كان حي كان صعب شوية الغنى. ليش كان يعني أبوك ممكن كان يحرمك من قصة أنك تصيري؟ أنا إحنا عشنا في ريف، نحن من الجزيرة طبعا، صعب أنه بتغني. حتى لو كنت بغني يعني بغني بالدس، ما بغني كده علني. نشأة إنصاف الريفية لم تكن سهلة. والحياة الغنى عندنا صعب البيت، يعني إحنا أبوي الله يرحمه مش الحفلة كانت للصباح زمان، ما بنمشي نحضر حفلات، بيقول بيجاملوا بالنهار، يعني بالليل ما تطلعوا، دي كانت صعبة. الطلعة البيت برا برضو كانت صعبة، حاجات كثيرة كانت فيها صعوبة. إنصاف، بسمع أنا أن وضع المرأة عموما بالستينات والسبعينات خصوصا في مجال الفن كان أفضل من الآن، أنت كيف بتشوفي؟ ما أفضل زمان، الناس في الستينات والسبعينات اللي بتقول الناس بتغني بالدس ما زي هسي، هسي الوضع أفضل من أول. تطرقت مع إنصاف إلى قضية تحرر المرأة، وكان واضحا أنها لا تريد الخوض بالتفصيل عن هذا الأمر. كنت أقول لك المرأة السودانية، أقول لك عنها شنو متحررة، ما بقدر أقول لك كلام زي ده، تلقى عاداتنا وتقاليدنا نحن متمسكين بها لحد هسي، يعني ما بنقدر نطلع من حتة العادات والتقاليد. ليش برأيك؟ يعني احنا قمنا كده، لقينا هنا كده، عاداتنا وتقاليدنا كده ما بتتغير. انت نفسك حابه تتحرري من شنو؟ من العادات اللي عم تقولي عنها؟ لا لا، انا عاداتي عجباني جدا والله، الحياه اللي عشتها انا ما عيشها اولادي. بمعنى شنو؟ يعني أنا قلت لك أبوي كان صعب، أنا ما صعبة مع أولادي، بس عاداتنا وتقاليدنا يحافظوا عليها، لكن أي زول عنده رغبة يغني ممكن يغني، عنده رغبة في أي حاجة يقدر يعمل، أنا ما عندي مانع. مرتي على أبوك؟ يعني كيف؟ يعني أبوي بيقول ما أمشي مثلا، كنت بالسرقة بمشي بغني، فبقول لي أنا كنت أصغر من أخواتي، بقوم أقول لهم أنتوا أمشوا وخلوا إنصاف دي ما تمشي، وأنا بكون الشغالة الحفلة طبعا، فبمشي بالدس بنت اللي بفي حيط بنت اللي بقى عشان نمشي، يعني تمردت كثير، في النهاية عرسوا لي.
أنا عشان ما أتمرد. يعني سراقة أنت؟ يعني للحفلات بس. قلوب ما تسرقي؟ لا لا. هل من وصفة سحرية تنقذ المرأة السودانية من براثن التقاليد البالية التي تحط من قيمة المرأة؟ أنجب السودان شخصيات نسائية هامة اشتهرت بالعمل في المجال السياسي، وجابهت المرأة السودانية مصاعب جمة في سبيل إثبات ذاتها في هذا المجال من جهة، وفي سبيل انتزاع حقوق تؤمن للمرأة المزيد من الحرية من جهة أخرى. من هذا المكان المتواضع من مركز حركة حق السياسية، أتعرف إلى رأي المرأة الحزبية عن هموم الواقع السوداني بشكل عام وأوضاع المرأة بشكل خاص. حقيقة هي المشاكل المتعلقة بالمرأة في السودان نقدر نقول إن هي أعمق من الأنظمة الموجودة، يعني هي ما مشكلة مرتبطة بالسياسة وبالأنظمة. صحيح إن الأنظمة اللي موجودة بتعقد منها، بتأخر من تطورها بكده، الأنظمة الشمولية المتعاقبة اللي تعاقبت على السودان، لكن هي أساساً في الأساس هي مسألة مجتمعية، طبيعة بتاعت النسبة الأمية المرتفعة، الجهل. يعني أنت ممكن تلاقي إن كان في الريف وفي يعني الزمن الماضي كانت المرأة أقوى، لكن بالحداثة مع المدنية مع استثناء من التعليم هي تخلفت عن المواكبة. لذلك إحنا ممكن نقول إن قضية المرأة في السودان هي قضية مجتمعية متعلقة بمجتمع أكثر من أنها مربوطة بأنظمة سياسية. السودان كغيره من الدول في المنطقة العربية والأفريقية اتأثر بالمد بتاع الأيديولوجي الإسلامي في من السبعينات أو من أواخر الستينات والخمسينات، اتأثر والمسألة دي أثرت جدا على قضية المرأة باعتبار أن هم بيدعوا المشاكل اللي ممكن هم يعالجوها من اقتصاد ومن مشاكل بتاعة حل أزمة تعليم وصحة وهكذا، وبيلجأوا في السياسة نفسها يلجأوا للمسائل الدينية على أساس أنه يخلوها تطغى على المسائل الملحة المتعلقة بالقضايا الأساسية للمرأة، حقوقها، تعليمها، هكذا. فبيحاولوا أنه يفرضوا نظرة تقول أنه هذا الكلام تجاه المرأة مش من بشر، هو من ربنا. القيود الاجتماعية في السودان تنال حتى من المرأة العاملة في المجال السياسي. هو صحيح بتكون في بعض يعني الاختراقات، بتكون في بعض يعني تحقيق النجاحات الفردية، نحن بنقدر نسميها ممكن فردية، حتى دي بتكون برضو محاصرة. يعني أنا مش تماما اتحررت، يعني مش ما زي ما أنت فاكر، يعني أنا ما أقدر أتأخر عن بيتنا مش لأني رئيسة حزب عن الساعة 11 بالليل. يعني أنا بخضع لكثير من القوالب الاجتماعية، للقيود الاجتماعية، يعني كثير من المعوقات اللي هي بتعوق المرأة عن أداء دورها الطبيعي كواحدة من العنصرين المكونين للمجتمع. متفائلة؟ لازم للقائد أن يتفائل، يعني رغم أن الظروف هي يعني كثير صعبة، بس القائد لازم يتفائل. إذا ما كنت متفائل أنت ما تقدر تقود شخصين للباب. يعني وماذا عن العلاقة بين المرأة السياسية وبناتها؟ هو أنا بحاول طبعاً أن يكون هو كامل، يعني أنا بحاول أني ما أتي هامش، أني أتي حرية كاملة. لكن طبعاً نحن بنعيش مش زي ما بنحب، نحن بنعيش زي ما مفروض لنا أن نعيش في دائماً. يعني في كثير من الأحيان أنت ما بتعيش كما تريد أن تكون، ولكن بتعيش كما يريد أن يكون الآخرين أو المجتمع أو هكذا. حابب تصير أحد أولادك؟ جداً.
تمام. تفضل، ويلكم. إذا لا جدال أن المرأة السودانية تعاني من مصاعب جمة، وثمة من يعتبر هذا الأمر طبيعيا، ذلك أن المرأة وحسب رأي هذا البعض يجب أن تجلس في البيت، وثمة من يسعى إلى كسر كافة العوائق التي تحد من حرية المرأة. إلى اللقاء الأسبوع القادم في حلقة جديدة من حكايات مع أكرم فوزان.